كونفدرالية النقابات الجزائرية، نحن ضد الوجوه التي ساهمت في الفشل الذريع لمختلف السياسات، في الفساد الموجود في الجزائر وفي النظام الحالي. إذا نحن رفضنا قرارات رئيس الجمهورية السابق، ورفضنا بن صالح، ورفضنا بدوي. بيانات رسمية عبرنا عن رفضنا لبدوي وحكومة بدوي ولبن صالح وما ينجر عن قرارات من هذه الهيئات، وبالتالي نحن نرفض وزير التربية ونرفض الوزراء لكل القطاعات، وننادي بانتقال إلى محطة جديدة بوجوه جديدة ذات ثقة ذات مصداقية عند الشعب الجزائري.